وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقرر إحالته لمجلس الشورى المقر بعد مناقشة مستفيضة وعامة وتبادل الآراء ووجهات النظر بحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي الخليفة وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البعينين وممثلي وزارات الخارجية وأيضا الجهات المختصة. وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب سيد غانم بن فضل البعينين. سعادة الوزير، بداية تحية لك، ولو توضح لنا ما الفرق بين المرسوم وبين الاتفاقية حتى تتضح الصورة. شكرا لكم أخي الكريم. أخي العزيز، طبعا الاتفاقية مكونة من 30 مادة، اتفاقية السيداو كما تسمى للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مكون من 30 مادة، والمواد محل النقاش اليوم كانت فقط 5 مواد، وهي المواد التي تحفظت عليها مملكة البحرين عند الانضمام إلى الاتفاقية، المواد 9 و 29 والمادة 2 والمادة 15 و 16. نعم سعادة الوزير، لو تكرمت وعذرا على المقاطعة، هل يحق للمملكة أن تنضم إلى اتفاقية ولكن بتحفظ؟ طبعا تنضم الى الاتفاقيه وبتحفظ، ويمكن ان تعدل التحفيظ او تعيد صياغه التحفظ في اي وقت شاءت. طيب هل لك سعادتكم ان تطلعنا على هذه التحفظات التي اوردها المرسوم في هذه الاتفاقيه التي ان صح التعبير ربما اثارت جدل في المجتمع البحريني؟ نعم شكرا لك. الماده 9 و29 تخص اعمال السياده في الدول. بالنسبه ل هناك فيها الزام من الاتفاقية على إكساب الجنسية للمرأة المزوجة من مواطن بحريني، وبالنسبة لجنسية الأطفال وخلاف ذلك. هذه المادة 9. المادة 29 تتكلم عن عرض الخلافات على التحكيم إذا حصل خلاف بين أي دولتين. كل هذه الأعمال كما قلت تدخل في أعمال السيادة ولا علاقة لها بأحكام الشريعة، لذلك لم يرد عند التحفظ عليها النص لا تخل بأحكام الشريعة، إنما هناك تحفظ مطلق كان في المرسوم السابق في 2002 واستمر على المرسوم الجديد 2014. أما المواد الثانية و15 و16 فيها ما يمس أحكام الأسرة، وفيها في غالبية مثلا مادة 2 في غالبية أحكام مخالفة لأحكام الشريعة. المادة 15 أيضا والمادة 16 هناك أيضا في مخالفات شرعية، وفي مواد يعني موجودة أصلا في شريعتنا الإسلامية مثل حق المرأة في الملكية وحيزة الممتلكات الإشراف عليها إدارة التمتع بها والتصرف في هذه الممتلكات. فيها أيضا عدم عقد الزواج إلا برضا المرأة أو الفتاة. كل هذه يعني لا ضير منها. نعم. فيها أيضا في قضية المساواة في الحقوق السياسية، عندنا في مملكة البحرين القانون الحقوق السياسية طبعا واضح جدا بأن المرأة لها حق التصويت وحق الترشح وغير ذلك، فهي في هذا الأمر مساوية للرجل. نعم. فكما قلت هناك أحكام يعني تمس الشريعة، وجاء النص صريحا وواضحا في المرسوم الملكي بأن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد من اتفاق الثانية وال15 فقرة 4 و16 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. نعم. التحفظ لا زال موجودا في هذه المواد، ولكن فيما يخص ما أخل بأحكام الشريعة. نعم. إنما الأحكام الثانية اللي بيّنت لك أن هذه من حقوق المرأة المعلومة لدينا من حق التملك وخلافه، هذه لا ضير من التزامنا فيها. نعم. إذا سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، كل الشكر والتقدير لك. كما ينضم إلينا سعادة السيد علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب. سعادة النائب، بداية مساء الخير. وجلسة ماراثونية طويلة استمرت 5 ساعات تقريبا وأثارت جدلا،
لو توضح لنا ماذا دار في المجلس اليوم؟ طبعا مساء الخير جميعا، واود ايضا ان امسي بالخير على الساده المشاهدين. انتهت طبعا هذه الفرصه لتقديم الشكر لكافه العاملين في تلفزيون مملكه البحرين على هذه الاستضافه. اود ايضا كذلك بامانه ان اشيد بكل اصحاب الساده النواب الذين شاركوا اليوم في مناقشات المجلس، والذي يعني والتي اطلقت عليها جلسه ماراثونيه بالنسبه لتقرير اللجنه النوعيه المعنية بالمرأة والطفل بشأن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014. وكما نعلم بأن هذا المرسوم قد اختص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، والخاص بطبيعة الحال بالموافقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وما نعرفها بالسيداو. كذلك أود أن أبين إذا أذنت لي يعني في عجالة بأن الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي شهدها اليوم المجلس من خلال طرح وتناول وجهات نظر مختلفة حول المرسوم القانون تعبر بصراحة وبحق عن مدى نضج وفعالية تجربتنا في مملكة البحرين. هذا شيء نفتخر فيه، وأقول هنا بأن من وافق على المرسوم أو من رفض أو من امتنع عنه جميعهم بأمانة عملوا وفق رؤيتهم الوطنية التي تهدف في نهاية المطاف أكيد إلى تحقيق الصالح العام وطبيعة الحال الذود عن حقوق الوطن والمواطن، وهذا ما أتسنى عليه. وأن أي اختلاف أمانة في وجهات النظر أو تباين هذه الوجهات لا يعني وجهات النظر لا يعني طبعا أننا مختلفين على حب البحرين، بالعكس ذلك يعني في نهاية الأمر بأننا جميعا نضع البحرين في المقام الأول، وذلك طبعا أكيد ضمن المشروع الإصلاحي الذي دشنه سيدي صاحب الجلالة. الخلاف الحقيقي يمكن تطرق سعادة وزير المجلسين قبل قليل، أعتقد أن الموضوع حمل كثيرا، يعني حمل يمكن أكثر مما يحتوي. وجهة النظر التي يعني كان فيها خلاف كانت حول سؤال واحد، هل نناقش اليوم اتفاقية سيداو نفسها أو نناقش المرسوم المعني بالتحفظات؟ اليوم المجلس أمانة ناقش المرسوم المعني بالتحفظات ولم يناقش الاتفاقية ذاتها، ونحن جميعا نعلم بأن الاتفاقية أكيد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية، وذلك ما أعطى الحق للدول ومن ضمنها مملكة البحرين في إبداء تحفظاتها عليها منذ عام 2002، وهذا الحق مكفول وفق موارد الاتفاقية نفسها، وكذلك هو مكفول أيضا وفق الاتفاقية الأم التي تعنى بالمعاهدات وهي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 2000. نعم سعادة النائب، عذرا على المقاطعة حتى يتضح الموضوع لنا وللسادة المشاهدين. كنتم من السادة النواب الذين وافقتم على المرسوم، ولكن تحفظات مملكة البحرين ما زالت قائمة على ما يرد في الاتفاقية بما يخالف الشرع الإسلامي أو القانون في البحرين، هل هذا صحيح؟ أكيد هذا طبعا صحيح وهذا أكيد، وبالتالي نحن نتفق مع رأي أصحاب الفضيلة والمشايخ بأن في الاتفاقية ما يتعارض مع أحكام الشريعة، وهذا ما حدث بمملكة البحرين على أن تتحفظ. بمعنى مملكة البحرين تحفظت في عام 2002 على المواد، يمكن ذكرها أكيد سعادة وزير شؤون المجلسين، وكانت البحرين قد تحفظت في تلك الفترة على 5 مواد. هذه المواد نفسها ما زال التحفظ موجود عليها، في مادتين أبقي التحفظ كما هو، مادة تعنى بالسيادة الوطنية سيادة الدولة على أراضيها، وتعنى اللي هي المادة 29 الفقرة 1، وهي تعنى بموضوع يعني التطرق إلى حسم أي خلاف ينشأ بين دولتين، وهذا طبعا تحفظنا عليه وتحفظت عليها أتصور معظم الدول. المادة الثانية التي أبقينا على التحفظ كما هو هي المادة 9 الفقرة 2، وهي مادة تمنح الدول الأطراف أو تطلب من الدول الأطراف أن تمنح للمرأة حق متساوي فيما يتعلق بجنسية أبنائها إذا كان زوجها من ليس من نفس الجنسية، وهذه المادة تحفظنا عليها لأن لا يوجد قانون. الثلاث مواد الأخرى إذا أذنت لي، البحرين كانت متحفظة عليها وفق ما يطلق عليها بالتحفظ على التحفظ الجزئي، بمعنى أي دولة تنضم إلى الاتفاقية تستطيع أن تتحفظ تحفظ جزئي، تقول الدولة أن يتحفظ على المادة هذه والفقرة هذه والمادة هذه، ولكن نظرا لأن هذه المواد مترابطة بطبيعتها ارتأت مملكة البحرين أن تحذو حذو دول كثيرة ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية، والتي تحفظت على تطبيق هذه المواد في يعني دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. نعم سعادة النائب، عذرا على المقاطعة، اليوم مجلس النواب وافق على المرسوم رقم 70، وهو بالأساس هو تعديل لبعض أحكام المرسوم رقم 5 الذي صدر في 2002. ما هو الفرق بين المرسوم رقم 70 والمرسوم رقم 5 الذي صدر في العام 2002؟ المرسوم السابق، المرسوم
الذي صدر في عام 2002 عندما تناول التحفظات بشكل جزئي، بمعنى أنه تحفظ على المادة رقم 2 وهي المعنية بتشجيع الدول على اتخاذ بعض السياسات دون أبطاء، وكان التحفظ ينص بأن البحرين تضمن تنفيذ الاتفاقية في حدود أحكام الشريعة، والمادة 16 وكانت مملكة البحرين كذلك تطبق هذه المادة فيما يتعارض مع لا تطبقها فيما يتعارض مع أحكام الشريعة، وكذلك المادة 15 الفقرة 4. البحرين في هذه المرة حدث حذو الدول، معظم الدول الإسلامية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي التي تحفظت على هذه المادة ونصت على تحفظ عام، بمعنى أنها لن تطبق هذه المواد إذا أخلت بالشريعة الإسلامية. وللإشارة، البحرين أخذت نفس النص الوارد في دستور مملكة البحرين في المادة 5 من الدستور الفقرة باء، والتي وضعت نصا صريحا في أن لا يطبق شيء يعني يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، والنص كان أن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ المواد ولكن دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، بمعنى أن هذا التحفظ الجديد هو تحفظ أسلم لمملكة البحرين، يبقي على نصوص التحفظ مترابطة، لا يكون لكل مادة نص يقول بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة ونص آخر يقول فيما يتعارض مع أحكام الشريعة. لا، مملكة البحرين أخذت تحفظ عام، وهذا كما أشرت قبل قليل أخذته المملكة العربية السعودية، وحتى النص يعني إذا بنتيلي النص يعني هو مأخوذ من دستور مملكة البحرين المادة خمسة الفقرة باء. مملكة البحرين اليوم عندما تقوم بتغيير تحفظها، يعني هذا أمر قامت به دول كثيرة، والاتفاقية موجودة منذ عام 2002 وهي داخلة يعني موجودة وأخذت حيز النفاذ طبيعة الحال، كما هو المرسوم الآخر أيضا المرسوم رقم 70 لعام 2014. النقاش اليوم كان نقاش قانوني، هذا نقاش في القانون الدولي، والقانون الدولي يعني كما يعلم معظم المختصين، واليوم أيضا يعني تشرفنا بأن معالي وزير العدل وسعادة وزير المجلسين والأخوان والأخوة في وزارة الخارجية أدلوا بدلوهم صراحة وتحدثوا يعني باستفاضة في هذا الموضوع. ما أود أن أشير له في النهاية، يعني أطمن شعب البحرين، جميعنا يعني لدينا أخوات وأمهات، وجميعنا يعني نلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ونحن حريصون طبعا على تطبيق هذه الأحكام. وأود أن أشير أن سيدي صاحب الجلالة هو يعني الراعي الأول لتنفيذ أحكام الشريعة في مملكة البحرين. فقط الخلاف يمكن ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن الآراء الفقهية في الاتفاقية، وهذا أمر صحيح، الاتفاقية نعم بها ما يتعارض، ولذلك نحن تحفظنا. وأعتقد بأن تحفظنا اليوم يعني هذا التحفظ العام هو أسلم من الناحية القانونية، وحتى أسلم في الفقه الدولي وفي فقه القانون الدولي، ونتطلع إن شاء الله إلى أن نطبق هذه الاتفاقية. مملكة البحرين يعني وإن حصل فيها يمكن لم يكن هناك وضوح هل نناقش الاتفاقية أو نناقش التحفظ، يعني أنا يمكن أنتهز هذه الفرصة أوضح بأننا اليوم لم نناقش الاتفاقية، ناقشنا التحفظ، وناقشنا التحفظ بأمانة كبيرة. وفي النهاية طبعا يعني المجلس أصدر قراره وهي ديدنة الديمقراطية، وكل من مثل ما قلت قبل قليل، كل من وافق أو اعترض كلهم وطنيين. بالتأكيد. إذن سعادة النائب، نؤكد مرة أخرى التحفظات موجودة على كل ما يخالف الشرع. سعادة السيد علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. مزيدا من تفاصيل ما دار في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة معالي السيد أحمد الملا رئيس المجلس في سياق التقرير التالي. بين مؤيد ومعارض أخذ المرسوم رقم 70 لسنة 2014 في جلسة اليوم حيزا من النقاش على غير عادة في مجلس النواب، فالمرسوم سبق وأن رفضته بقرارها لجنة المرأة والطفل في المجلس، وهو ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة السيداو. مستشار وزير الخارجية إبراهيم الشيخ أكد في أول مداخلة أن القانون الجديد لا يتضمن سحب التحفظات ذات الصلة بالشريعة الإسلامية وأنها ستبقى قائمة. قرر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة سحب التقرير، فأنا أطلب سحب التقرير لمدة أسبوع.
سوء تفاهم ونقاش محتدم في تحفظات المرسوم الجديد زادت حدته بعد أن قرر معالي رئيس مجلس النواب بتأجيل التصويت عليه بناء على طلب رئيس لجنة المرأة والطفل النائبة رؤى الحيكي لإخضاع تقرير اللجنة لمزيد من الدراسة. يؤجل التصويت وترفع الجلسة لمدة 15 دقيقة. على الرغم من أن التصويت جاء مجمعا على عدم الموافقة بتأجيل التصويت على المرسوم إلى أن معالي رئيس المجلس اضطر لتعليق الجلسة مدة 15 دقيقة عقد خلالها النواب جلسة سرية علها أن تقرب وجهات النظر لتستأنف بعد ذلك الجلسة وليؤكد معالي رئيس مجلس النواب على قراره بتأجيل التصويت لوجود خلل في التصويت الأول. نحن اليوم نصوت على مرسوم وليس على الاتفاقية. الحملة الواسعة الشعواء على هذه الاتفاقية أو على هذا المرسوم أخذ حيز آخر واتجه اتجاه لمحاربة الاتفاقية نفسها. لابد أن يعلم شعب البحرين أن هذه الاتفاقية موقعة من 2002 يعني 15 سنة 15 سنة هذه الاتفاقية مع تحفظات مملكة البحرين وليس تحفظات مجلس النواب تحفظات مملكة البحرين. بعدها تواصلت مداخلات النواب في نقاش المرسوم بين مؤيد لتعديل صياغة التحفظ ومعارض بسبب ما وصفوه بأنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى جاء الرد المباشر من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. فكرة تغيير التحفظ تغيير صيغة التحفظ لا يعتقد أحد أن تغيير صيغة التحفظ معناتها سحبا له. صيغة التحفظ الموجودة والتي سيخطر بها وأخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة هي ذات الصيغة الواردة في المرسوم بقانون لا يمكن أن تنحرف عنها، وفيها ما قرأته في بقاء التحفظ دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. كما قلت أخذ الرأي على الاتفاقية ولم يؤخذ الرأي المرسوم بقانون الذي المرسوم بقانون هو في ذاته قيد وتحفظ على الاتفاقية. إذن هل نرفض تحفظا على الاتفاقية؟ هل نرفض كما تفضل جلالة الملك حفظه الله بأن وضع قيدا على جميع الأحكام في الاتفاقية التي لا تتناسب أو تخل بأحكام الشريعة الإسلامية؟ وبعد جلسة استمرت لمدة 9 ساعات وافق المجلس على تمرير المرسوم وإحالته إلى مجلس الشورى.